الجلسة الافتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الليبية عقدت بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماكس الأربعاء، شهدت إجماعا من الدول المشاركة في الجلسة على رفض التدخلات الأجنبية وسيطرة الميليشيات على مقدرات الشعب الليبي، مشددة على ضرورة اللجوء لحل سياسي يضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار. حيث أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال كلمته في الجلسة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال بوريل: علينا العودة إلى التزاماتنا في برلين، بداية من حظر السلاح ووقف التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع. كما دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا خلال كلمته في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيرس إلى عدم التردد في تعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا بعد استقالة غسان سلامة، خاصة وأن المنصب شاغر منذ 4 أشهر حتى الآن، الوضع الذي يقوض الجهود الرامية إلى تسوية سياسية سلمية في ليبيا. اجتماع مجلس الأمن الذي شاركت فيه المنظمات والدول الأطراف في عملية برلين ألقى فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث كلمة يؤكد فيها الموقف الثابت والواضح للجامعة في رفض وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية. وجدد أبو الغيث مطالبته بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية وخروج المرتزقة من الأراضي الليبية واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين للتواصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد. جهود حثيثة تسعى من خلالها دول المجلس لحل الأزمة في ليبيا ووقف تدخلات الدول الخارجية ومرتزقتها.